ده سالك عم تعذبي هيك كتير كتير 3 سنين. 3 سنين؟ هيدا العصب يلي بيطلع من هيدي الفقرة اللي ضغطنا عليها. ليه كيف شو بصير؟ ليه شو بصير كمان؟ ليك دموعها يا حرام. ايه ولا هون لك وانا ايه. That's it. There it is. Here. هون. Okay. شو عملت انا هلا؟ كبست على الخرزة يلي ضاغطة على النخاع الشوكي. نعم. Okay. طيب كيف بتقومي بولادك هون كده؟ هيك هلا فتحوا بكربجوا ما فيها نفتحهم بكربجوا بالمره. كيف بتقومي بولادك؟ بتساعد امي. اوكي مش لحالها بولادك؟ انه بتخيل عندها ولد من جوري يعني ضل عصبيه بين اثنين وهي بتروح مثلا ببعثوا لها جمعيه بالايتام وهي بتضطر تتركهم عند امها يعني شوي ستريس بالبيت. يعني ما سيت. قد ايه عطا الفريزر بتضل؟ كم دقيقة؟ والله 5 دقائق. 5 دقائق؟ اوه. اوكي. 10 دقائق، 7 دقائق. وهلا رخي. جاست ريلاكس. فوالا. هيدي أول وحدة. هيدي الأساس. اوكي. ثانية بس. واحد ثانية. 3 دايمنشن. فوالا. فوالا هيدي هي. ايه فوالا. رح اتركك نص ساعة 45 دقيقة كامل دماغي يستوعب التريتمنت العلاج اللي انعمل. هلا دماغ بيكون بحال من الصدمة. وجعتك شيء؟ لا؟ بتعرفي انه ما سمعنا صوتك منيح اللي عطيتك معنا ما سمعنا صوتك. شفتي؟ هلا رح نضغط على الخرزة شو؟ مبروك. شو بدك تعملي بحياتك الجديدة؟ اهتم بالولاد. ده عمرهم 8 سنين توأم الصبي 5. يسمعنا صوتك. اليوم بصير 5 سنين. اليوم؟ اليوم. عبيد المية. تسلم لك. هل ولادك يا رب. هيدي هديته انه الماما رجعت ماما. الحمد لله ان شاء الله. رجعت ماما. مشي الحال. الحمد لله على السلامة. هلا اهتمي بالولاد اللي بيحاجوا لك. ان شاء الله. اوكي؟ الحمد لله على السلامة.